من ضمن التعليقات مصروفات وتخصص إدارة الأعمال، ضمن التعليقات في جامعة اسمها جامعة حورس فيها كلية إدارة الأعمال ب 17000 جنيه في السنة. يا ترى هذه الكلية وحشة ولا حلوة؟ الحقيقة أنا عملت سيرش جامعة حورس، أنا ما عنديش طبعا إلمام بكل الجامعات، لكن أنا بصيت هنا على جامعة حورس اللي بحاول إن أنا أبص فيها. عملت أعمل سيرش على جامعة حورس، أنا شايف ما شاء الله جامعة كبيرة اللي هي في جامعة دمياط الجديدة. لو هي دي اللي تقصدها، أنا ما شاء الله أنا شايف كيان جامعة تعتبر كبيرة ما شاء الله، يعني تعتبر وشايف الدنيا كويسه جوه. فهل دي تعتبر كويسه؟ انا في ناس تقول لك يعني انت بالمنظر بتقيم يا سيدي، ولا بقول حاجه، ولكن المنظر العام انا شايف ان هو كويس. لو هي تعتبر جامعه خاصه اتفضل ادخل فيها، وبعد التخرج ان شاء الله ربنا يكرمك. لكن انا دايما بقول للناس لو انت عندك جامعه كليه التجاره، جامعه القاهره وجامعه عين شمس، اي جامعه، وقدامك جامعه خاصه، ادخل الاول دي، لان دي اوفر لك كتير في الفلوس، والدنيا هتكون بالنسبه لك الطف واسهل. فانت بالنسبه لك حل خلي ده مش الطف واسهل من ناحيه الفلوس والمصاريف وكده، مش الطف واسهل من ناحيه الدراسه والامتحانات. فده ده تقييمي بالنسبه لا جامعه لا انا مش جايب جامعه القاهره ومش عاوز ادخل معاد واكاديميات وعاوز ادخل جامعات خاصه. تبقى دي بالنسبه لك لو متاحه ادخلها وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير. اللي في ناس مش قادره تجيب مصروفات اللي زي جامعات تانية ممكن تكون اوسع، فدي بالمنظر العام. لكن تاكد اول حاجه ان الجامعه دي معتمده من المجلس الاعلى للجامعات مره تانية، وبتدي بكالوريوس او ليسانس في الكليات، مش بس كلية كده وخلاص. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.